وحريص جدا اقول لكم ان احنا ماشيين كويس جدا وبننجح والاتحاد بتاعنا احنا قوي جدا. وانا اعتقد ان احنا الفتره اللي جايه دي هتشوف النتائج قريبه جدا وما تيأسوش وما تمشوش ورا الشائعات المخزنه او الشائعات الكاذبه اللي عاوز تخبط الهمم. لا احنا ماشيين في تراك مظبوط. احنا بنبني دوله عصريه حديثه. احنا بنبني قواتنا المسلحه بقوه. احنا بنخش في كل التحديات، التحديات الداخليه والخارجيه والشماليه والجنوبيه والشرقيه والغربيه، كل التحديات من جميع الانواع انا مش عاوز اعددها ومضاعفينها كلها عشان احنا كل يوم. لكن امكانياتنا وعزيمتنا ووقفنا وتفهمنا للمرحله اللي جايه في منتهى الاهميه ومنتهى الخطوره. الناس عاوزانا نفشل، الناس عاوزانا بره وجوه في كل مكان. في ناس اعداء النجاح، في ناس مش عايزين مصر تنجح من الداخل للاسف الشديد. نجح مصر ازاي؟ بره الناس اللي بتحب مصر شايفانا كويس قوي. واصدقائي انا من العرب والاوروبيين بيقولوا لا ده انتوا عملتوا اعمال حلوه جدا. وكل واحد جه مصر الفتره اللي فاتت دي على مدى السنه اللي فاتت دي يقول لي لا مصر اتغيرت. مصر نفر. مصر ايه اللي حصل لها؟ انا شايف في حاجه غريبه. انا شايف يعني حاسس ان في تطور موجود. الشارع بيضرب، الدنيا ضرب، في حاجه النهارده، في شغل، في مجهود بيبذل. عاوزين نثق في انفسنا وعاوزين نقول للناس احنا قدها وجودنا وهنعملها وهنطور نفسنا وهنبقى دوله قويه وهنقوم ونعمل ونشغل كلنا مع بعض في خط واحد. هو دي هي دي الوطنيه اللي انا بعيد يمكن النهارده وابراهيم بيقع بيتكلم عليها. هي دي الوطنيه. انا اتعرضت يمكن ابراهيم بيسالني اكثر من مره عن الموضوع دوت الفتره اللي فاتت دي. اتعرضت لضغوط شديده جدا لا تتخيلوها لا تتخيلوها. واتهددت ان انا اتقتل وتهددت بحاجات كتير جدا ولم اهاب احد بهذا الموضوع. قلت لا انا اموت شهيد واموت في بلدي ومش هبيع مصانعي والمظاهرات اللي شفتوها ما كانتش من عمالي، كانت ناس مدفوعه من خارج المصانع. لكن انا وقفت قلت لا. انا زي ما اقتحمت الصحراء عشان اعمل مشروع صناعي واعمل كلاع صناعيه واشغل فيها عشرات الالاف واصدر لدول العالم اللي عمرها ما شافت منتج مصري بهذه الجوده. وقفت اقتحم الصحراء في عمل مشروع عظيم في العويلات عشان ازرع القمح عشان الامن الغذائي. رحت شمال غرب خليج السويس وعملت قلاع صناعيه. رحت الغردقه وشرم الشيخ عشان اعمل فنادق وريزورتس. وبالمناسبه عايز ادعيكم كلكم للريزورتس دي وهنعمل لكم دلوقتي اتفاقيه مع نادي السيارات عشان تاخدوا اسعار خاصه ومزايا خاصه. لا ان شاء الله يعني بالمناسبه عشان تعرفوا برضه احنا عملنا ايه. هيكون باذن الله في بروتوكول بين كليوباترا السياحيه مع نادي السيارات للريزورت بتاعتنا في شرم الشيخ في الغردقه عشان اولا كل واحد هيروح هياخد من عندنا يومين ضيافه مجانيه وهياخد على الباقي 50%. الوجوه المشرقه دي اللي انا شايفها كلها تستحق كل خير. ان شاء الله برضه تدعمونا تاني يمكن مع منتجاتنا في يعني السيراميك. هنعمل بروتوكول تاني ونديكم برضه رسم اضافي للي عايز يغير وينزل ويكتب. ان شاء الله ربنا يسهل ونقدر نعمل لكم كل اي مجال عندنا. احنا ما عندناش مانع ابدا ان احنا نحييكم ونحن يكون في تعاون بيننا وبين بعض. عندنا يمكن ما بحبش اتكلم على الكلام ده كله، لكن النشاط الخيري الموجود في جمعيه الرومانيين ودي موجوده في الشارع في شارع البحر الاعظم في الجيزه. ويعني احنا شايف اي حته في اي قنوات اعلاميه كمان. حاضر.